انطلقت فعاليات الملتقى الوقف 26 الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وتم خلاله الإعلان عن مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري. لقد حرصت الأمانة العامة للأوقاف منذ إنشائه عام 1993 على أن تقدم للمجتمع رؤيتها المعاصرة لتفعيل الدور التنموي للوقف الإسلامي وتوجيه قدراته الفاعلة نحو تنمية المجتمع والنهوض به في كافة المجالات، حيث دعمت جهود التنمية الاجتماعية والتعليمية والصحية والدعوية داخل الكويت وخارجها، بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف ولا يخالف شروط الواقفين ويلبي حاجات أفراد المجتمع المستهدفين في كافة الأماكن وشتى الميادين. إن الوقف أحد أفضل أعمال البر والإحسان التي تتحقق بها مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو المحضن الذي تتجسد فيه قيم التكافل الاجتماعي ورعاية حقوق الضعفاء والإنفاق في أوجه البر المتنوعة وسبل الخير المتعددة، وهو المورد الذي يفيض بالخير على كثير من المؤسسات والمرافق الاجتماعية والثقافية والدينية والحضارية. يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم اليوم لإلقاء كلمة ضيوف الكرام في الملتقى الوقف 26 للأمانة العامة للأوقاف تحت شعار الوقف والمنظمات الدولية. كما يسعدني زيارة دولة الكويت والمشاركة في فعالياتها الدينية والخيرية والتي تعكس حرصها حكومة وشعبا على نشر الوقف والعمل الخيري والتطوعي وكل ما يؤكد الهوية الإسلامية للكويت، والتي اقترن اسمها دائما بالعمل الخيري، حيث لم يكن عجبا أن تختار الأمم المتحدة دولة الكويت مركزا للعمل الخيري الإنساني.